اللي عندنا سائرة مشكلة إدارية، عدم فهم الواقع الرياضي الحديث، عدم فهم الإدارة الرياضية، عدم فهم وضع الاستراتيجيات الصحيحة للرياضة. المجمع عندنا في الهيئة أو في اللجنة الأولمبية يحسبونها على ورقة وقلم، يجون قبل شهر يقول لك تعال استعد. هذا في الرياضة ما تمشي، يعني الرياضة اللي قبل نحن عايشين قبل، والله يلا مشي الله كريم. أغلب الاتحادات اللي تحت مظلة الهيئة أو اللجنة الأولمبية ما يقدر يحط خطة حق شهرين لأنه ما عنده ميزانية. هل الحكومة بترفض أن اليوم مثلا يشوفون الإمارات بدل يشارك 5-6 لاعبين يشاركون مثلا 20 لاعبين، لا لاعب او لاعب او لاعبه او اكثر في الاولمبيات؟ مستحيل. لا، انت اليوم الاولمبيات محفل عالمي، تبرز ثقافتك، تبرز دولتك في هذا المحفل العالمي. لما نتكلم في اغلب دول العالم الرياضات حتى من الناحية المالية هي اللي تصرف عليها مش الهيئة، والهيئة أحيانا ممكن تعذرهم من نواحي كثيرة. أنا أشوف الهيئة مثلا النشاط الرياضي تحتها، كل الاتحادات كلها الأندية، النشاط الثقافي تحتها، النشاط الفني تحتها. في بداية التسعينات كان النشاط عندنا أو المستوى الرياضي كان أعلى، كنا ننافس على مستوى آسيا في كل أغلب الرياضات اللي كنا نشارك فيها، لأن كان في هناك ربط وإحنا عشناه بين الهيئة الشباب الرياضة، بين القوات المسلحة، بين الوزارة. كنا احنا مثلا نشارك كمنتخب عسكري وكمنتخب وطني، نحضر معسكر خارجي على حساب القوات المسلحة شهرين، ومن بعدها نروح نشارك في بطولة العالم العسكرية، وبعدين نشارك في معسكر المنتخب الوطني في شهرين ونروح نشارك. فكان اقل شيء مثلا 4-5 شهور مشاركة معسكرات وبطولات. بعدها صار الدروب، لأنه صار في يعني مثل ما تقول قلت الرياضة في مثلا قوة الرياضة في المدارس، قوة الرياضة في القوات المسلحة. فصار دور الهيئة ما حصل بديل. الجودو، مستقبل الجودو، فزنا بميدالية في تاريخية في أولمبياد ريو، استمرت النتائج على مستوى الظهور الدولي بشكل قوي. حاليا حنمر مثل ما قلت بإعداد لأولمبياد طوكيو. صارت هناك في مشكلة بالنسبة للرياضيين الشباب اللي هم تحت 17 أو 15 أو 16 سنة. أغلبية الرياضيين هذه خلال فترة الدراسة فتراتهم طبعا قصيرة أنهم يقدر يروح معسكرات خارجية إلا بالإجازات أنه يطور نفسه. ومش يعني احنا نشكر الصراحة عندنا مجلس أبو ظبي الرياضي داعم لهالامور، وبالعكس يستند الاولاد اللي هم له رغبه ويقدر انهم يساعدهم يدعمهم انهم يروحون يكملون دراستهم، بالاضافه يدخلون في برنامج الاولمبي لنفس الجامعه واللي هي من اقوى جامعات في طوكيو. مجلس الشارجه الرياضي كذلك الناس جدا متعاونين. شو اللي يوعد اتحاد الجودو في المستقبل؟ ان نشوف اكثر من بطل، ان نشوف اكثر من منافس على ميداليه، ان ما تحقيق نتائجه. بالعكس هذا شيء شرفنا وفرحنا. خليفة القبيسي نفس الشيء، في 2005 كان خامس بطولة العالم الشباب للجودو، بعد نفس الشيء. وصلنا لمرحلة عملية التجنيس عملية هي ليس عملية مضرة أو عملية أنها غير نافعة، لأن إذا كانت عملية غير نافعة لو كانت الدول ما اتبعتها